لو حدثتنا سيد أحمد عن الآثار السلبية اللي تركتها مناهج داعش في شخصية الأطفال في المناطق المحررة. أهلا وسهلا بكم، نحيي هذا اليوم يوم السلام العالمي الذي نعتبره يوما كبيرا ولها خصوصيته عندنا نحن التربويين، لأن هذا اليوم الذي قر فيه التربية الأمين العام للأمم المتحدة الذي أعلن أن يكون هذا الشعار هذا العام يوم السلام العمل من أجل التعليم، يعني الدول والحكومات تعمل من أجل التعليم لتحقيق السلام. الآثار كثيرة والأحداث كثيرة ما خلفته الحروب التي حدثت في العراق، وخاصة آخرها الحرب مع التنظيم الداعش أو الدولة الإسلامية وتحرير المدن التي سيطر عليها في مناطق العراق وخاصة في محافظتي أنبار وموصل والمناطق الخاضعة لها. رأينا وزرنا المخيمات لاجئين في وقتها، النزوح الجماعي الذي حدث خاصة النزوح كان في إقليم كردستان، ونحن كنا معهم على اختلاط مباشر. رأينا التأثير الكبير الذي حدثه هذا التنظيم والمنهاج والنهج الذي أتبعه في التربية والتعليم، وكما حدث جنابك كانوا يستخدمون في عمليات الحسابية العبوات والمسدسات وإطلاق النار وتعليمهم على العنف والعنصرية والعمل على تفجير أنفسهم. بحيث أن الدراسة كانت في 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 العراق عامة في السنوات الأخيرة من الحصار وفي زمن صدام حسين وكذلك في بعد عام 2003 تعاني من نقص الكبير، وجاء داعش ليكمل الفاجعة ويزيد الطين بلة عن طريق استخدام العنف المفرط واستعلام استخدام التعليم العنصري الطائفي المتشدد المشجع للعنف وما خلفه. وكذلك بعد النزوح وليس فقط في ناحية التعليم، الوضع الصحي والوضع الاقتصادي الذي خلفه داعش في هذه المناطق والحروب والقصف والهجوم الجيش والقوات المسلحة على هذه المناطق، ولحد الآن فيها مناطق لحد الآن لا سيد أحمد لا لم نقطة إليها نقطة يعني ذكرت ذكرت حضرتك سنوات طويلة وحروب طويلة، وطبعا مشكلة داعش هذه مشكلة كبيرة جدا وقائمة بحد ذاتها، لكن هناك هذه سنوات الحروب شلون شكلت شخصية العراقي، مو بس حتى الطفل، لأنه اللي الأربعين سنة اللي فاتت هي حروب من حرب الثمانين ويا إيران والحد الآن الحروب، يعني حتى قبل سنوات الحروب مستمرة، شلون شكلت شخصية الحروب وشلون شكلت شخصية العراقي وشلون أثرت تركيز على العنف؟ نعم الطفل العراقي هسه من تأخذه إلى السوق تخيره بأن يختار الألعاب أي لعبة يحب، يختار السلاح. لماذا؟ لأن الحرب والعنف ووجود السلاح في البيوت ووجود السلاح دائما في القنوات الفضائية القنوات التلفزيونية قديما وحديثا وافتخار به وكثرة انتشار السلاح، هذا ولد إلى أن يكون الشخصية العراقية أو الطفل العراقي أو الطالب العراقي ميالا إلى العنف وميالا إلى القتال وميالا الى 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 شبه او الطائفيه، ما اقول 100%. هذه نتائج ليس فقط في داعش، ما قبل داعش الحروب، حرب العراقيه الايرانيه، الحروب التي خاضتها القوات السلام في كردستان العراق، وكذلك الاحداث العنف حدثت في زمن الحصار وبعد الحصار واحداث 2003 ولحد الان، والقوات القاعده والداعش
داعش وكذلك الحروب الطائفية بين الأقوام وكذلك الحرب الداخلية في إقليم كردستان. هذه عوامل عملت على أنه ننتج من زاخو إلى الفاو شخصية تحب العنف، تحب السلاح. حاولنا كتربويين، حاولت الوزارة التربية في الحكومة الفيدرالية وفي إقليم كردستان عمل على تغيير منهاج وإدخال مناهج جديدة. أريد أسأل على هاي النقطة سيد أحمد. مثلاً أشكرك. مثلاً في أشكرك جبتني على هاي النقطة. أنا أريد أسأل، يعني المشكلة كبيرة والسنوات طويلة والحل ما، يعني خلينا نقول ماكو حل جذري لمشكلة العنف والتثقيف ضد العنف سواء كان بالمناهج أو حتى بصورة عامة داخل المجتمع. اليوم الدور اللي يقع على عاتق وزارة التربية ومديرية المناهج، شلون المفروض نتعامل مع هاي المشكلة؟ يعني لازم نبدي، يعني نبدي في مكان ما حتى نقدر نولد جيل جديد لربما. نعم، نحن بحاجة ماسة إلى تغيير المناهج، خاصة في التاريخ والجغرافيا ومادة الاجتماعيات، خاصة ما يسمى الوطنية أو هذه الدروس. نعمل على مثلا في إقليم كردستان الآن وزارة التربية فرضت موضوع جديد وهو القيم الاجتماعية. القيم الاجتماعية تهدف إلى خلق إنسان اجتماعي يحب السلام، بعيد عن التطرف، يعمل من أجل الإنسانية. يعني العمل من أجل الإنسانية شيء يجب أن نعمل عليه. مثلا في اليابان يعلمون الأطفال على السلوك وكيفية احترام الناس والتعامل مع الناس قبل تعليمه على القراءة والكتابة. في يعلموه كيف يكون في خدمة الإنسانية. نحن بالعكس، يعني انظر إلى مادة التاريخ مثلا في الجلد أو في الصفحة الأولى يمثل لك فارس راكب على حصان وبيده سيف ومتعصب ولحية، ويعني حتى الشكل يخوف الأطفال. يعني مهما كان الشخصية، ما احترامه للشخصية كان يمثل احترامي لجميع الشخصيات التاريخية.